يو اهلا بكم في فيديو جديد ومختلف. النهارده معانا حفله ال طبعا زي ما انتم شايفين الاجواء مشتعله وعايزين نشوف جمهور ابيو وابو الانوار وباتيستوتا وسلايفر ومدحت شلبي واللي بتحسبوها ازاي. فيلا بينا نشوف الحوار ده. خدها يا كابتن، انت ماشي كده من غير ما تصور معايا خلاص؟ يعني هي باظت. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. كنت اسمك ايه؟ فهد. انت بتقلق ليه؟ انا سوري بس بيج فان. الله الله الله. انت اسمك ايه؟ يوسف. جاي تسمع مين النهارده؟ ابي يوسف. الله الله. التاني تفتكر هيجي المره دي؟ ان شاء الله. يعني تمام. لا هيجي يقول اللي عايز فلوس يجي لي على البيت بقى. هي بيب جدا. انت تسمع مين النهارده؟ ابي يوسف وابو الانوار سانتا باتي وكل ابي يوسف وسلايفر واحمد سانتا وناس كتير جدا. انت اسمك ايه؟ بيم بيم بيم. حلب بس انت لو ما كنتش جيت النهارده كنت ازعل والله يا اخي. لا ازاي ما اقدرش اجيت. انا اعرف واحد مستني باتيستوتا يطلع عشان يديله بالطوبه. ابو يوسف فايه رايك في الاوتفيت؟ بامانه تقولهم لي كده مين اللي جاي؟ ويجز ومروان بابلو ومروان موسى ومروان موسى وعفروتو ومستر كوردي. خلاص مستر كوردي جاي؟ ايه يا عم في ايه؟ لا والله هيرمي درورات في الهواء؟ جاي اسمع كل الناس ما عدا بيتزا منتصر. ده ليه كده؟ يا اسطى هو كوردي جاي بجد؟ اه يرحم والدك. هيضرب نار ويوسع دولارات بالله عليك كيف؟ طب والله العظيم هعدلك. يلا بينا. بص يا ريت اول حاجه ابيو ابو الانوار. يلا بينا جدا. انا معاك انا معاك. كمل اخويا. شد الحبل. ويزا ويزي علي ويزي علي ويزي ده حوار وحوارات حوار هب هب جدا. قلوب من كتر القلوب قلوب. انا طب انت جاي تسمع مين؟ انت جاي تسمع مين؟ والله انا جاي بقى ايه جاي اهزر يا رجاله. يلا بينا هب هب جدا. ابو يوسف تفتكر لو بيتخانق يعني بيتخانق بيه؟ بتكتل ولا الدنيا بكت. تفتكر ايه سلاحه المفضل؟ النوتيلا. هو بيحب يرشوم السلاح وسلاحه المفضل. سلاحه AK-47. سلاح ابيو المفضل الشبشب. الشبشب. انت جاي انت جاي ايه؟ سيلفر جولد بلاتينيوم بنت كيل جولد. الله الله ولع الدنيا. دي بكام دي؟ 500 جنيه. يا نهار يا اسطى. انا جاي سيلفر يا اسطى. يعني يرحم والدك. افتكر ابو الانوار عنده حنين زينا؟ لا نضاره بس. شله النضارات. يا جماعه دي اشاعه. ابو الانوار منزل صوره اهو فاكك شعره ولبس شابس نضاره على الانستجرام. محدش شافها بقميص ابيض. هو عامل كده يا اسطى. انا سيلفر يا اسطى. اتقل ليه؟ اتكل على الله بعد اذنك. قابلتك قلت اتصور حبيبي يا معلم. انت اسمك ايه؟ انا اسمي حوده. جاي تسمع ايه؟ حوده. سلاحه. هلا يا اسطى. يوصل احلى تحيه واسمعي. انا بقول مروان موسى جاي النهارده. اها علم اهو يا صاحبي. الله الله. هات لنا بقى علم المانيا. جرام. اسمك ايه؟ ماز. فيجو. اتش. انتوا اسامي ايه؟ ابو يوسف الجديده ولا ايه؟ طب تعرف كم اسم لابو يوسف؟ كتير. ماز. ابو يوسف لو اسمه كتير بقى وهتعبنا وراه. رعد. المكسيكو اللي من عمر حرب. هيثم. مازن. لا ده ربنا معاه ده بقى يا عم. هيثم. بص هتصور على ما تخلص الاسئله. هو هيثم سانتياجو يعني. ازاي تروح كده فيستيفال سيتي وتتبسط؟ انا عارفك مش انت بتاع حبيبي يا معلم. هب هب جدا. هكساته بقول لك ايه؟ تفتكر باتي هيجيب عفروتو وعفروتو يجيب معاه مروان موسى ومروان موسى يجيب معاه الضبع والضبع يجيب كريم انزو والمانيا تلعب المكسيك واللي يكسب يلاعب المريخ بقياده استاذ عنبه؟ بتقول ايه؟ سلاحه. للاسف للاسف الناس دي مش بتقول اي كلام. الناس دي بتقول كلام عميق وورد بليه ومش عارف ايه. بس عايزين نعرف هل الكلام ده بيوصل للمشاهدين؟ بالله عليك يا اخي ارحم والديك. تعالى لي. الناس دي بتقول اي كلام؟ لا لا خالص. طب ما تقول لي حاجه كده شقاوه لابو يوسف مثلا وورد بلاي بقى وهاها. ابو يوسف قال ايه؟ قال لك غرق نفسي بس ما يقولوش كان نفسي قصير.
شربوا شربوا. لك الناس دي بتقول اي كلام ولا في وورد بلاي وشقاوه وما ادري شنو ما ادري شنو اي حاجه والناس بتصدق واحنا دافعين فلوس وجايين عادي عيب عليك. طب ما تقول لنا حاجه كده ولا ولقح ورزع. شري شري بيو شري بيو. كلام عميق جدا. ايوه قول لي بقى اي كلام عميق. عميق عبيط. لا شقاوه يابا على الاصل. طب ما تقول لنا حاجه كده وردي بلاي وشقاوه. شعشع تريمندو على ده شعشع تريمندو. ايوه يابا انت كل حاجه انت. فقول لي بقى ايه رايك في الاوت فيت بكل صراحه؟ جامد جامد جامد. انا بيك فان لكريم بصراحه. حبيبي يا معلم والله يعني ده يرحم والديك. حبيبي ويف كده يكون الفيديو خلص. لو عجبكم تنسوش تعملوا لكم كومنت وشير وسبسكرايب وما تنسوش تتفرجوا على بلوك الحفلة كامل. فأشوفكم الفيديو الجاي وهب هب. 하ديك اختيارات. قول الكنكه الكاتل اسمع ولا النوتيلا.